تواصل حملة 100 يوم صحة بمحافظة أسيوط أعمالها في تقديم الخدمة الطبية وخدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك بهدف تعزيز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم بها في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية. وقد أجرت المبادرة الكشف على أكثر من 700 ألف مواطن حتى الآن في مختلف مراكز وقرى أسيوط من خلال فرقها المنتشرة في أرجاء المحافظة. احنا هنا متواجدين في جامعة أسيوط ضمن سلسلة التعاون بين الجامعة والصحة من أول الشهر كده، من يوم 4 تقريبا. احنا بنروح في كل مكان، بنروح في كل المصالح الحكومية، بنروح الكنائس، بنروح الجوامع، بنقدم فيها كل المبادرات الرئاسية اللي معانا، أمراض مزمنة، صحة مرأة، الأورام السرطانية، بنقدم لهم الخدمات مجانا. النهاردة احنا الحمد لله موجودين ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة اللي بدأت فعالياتها من 25/6 ومستمرة لغاية 1/10. النهارده في الجامعه بدانا من شهر 9 ومستمرين ان شاء الله لغايه انتهاء فعاليات الحمله. بفضل الله تم فحص 710 الف مواطن على مستوى المحافظه بدايه من بدايه فعاليات الحمله ومستمرين. كان عندنا برضو اجمالي التردد على مبادره الاورام السرطانيه، الحمد لله المحافظه احتلت المركز الثاني على مستوى الجمهوريه. ننزل مع الفريق سواء في الجامعه او هيئات حكوميه في الشارع حتى بنوعي الناس عن المبادره. المبادره بتستهدف الامراض المزمنه والعتاية الكلوية. انت بتيجي كل الحاجات دي بمجان، بتقيس ضغط وسكر وظائف كلى. لو عندك ضغط عالي او سكرك عالي بنعمل لك وظائف كلى. احنا الفريق ده بيوعي المواطنين عن المبادرات الرئاسيه المجانيه. بنهدف للمواطن ان هو يتوعى بشكل كامل عن المبادرات دي.